مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث القاهره الاثنين 21 يونيو 2021. وكل سنه وانا طيب، بيقولوا عيد الاب، ولا حد عبرني ولا حد قال لي كل سنه وانت طيب. وصديقي باسم من شويه بعت لي حاجه بيقول لك وادي عدى عيد الاب، لا حد عبرنا ولا حد اتكلم ولا حتى كفروه ولا قالوا انه بدعه، يعني ما حدش معبره خالص. مساء الخير يا ام، مساء الخير يا كريمه، يا مساء الورد، انتوا محظوظين في كل حاجه. كل سنه وانت طيب، وكل طيب سنه وانت منور الدنيا لاولادك، ويا رب دايما تتهنى بيهم ويتهنوا بيك. اللهم طيبه وبخير انت وكل الاباء، احنا متواضعين. في عيد الام الست تقعد تقول لك مجهز كام وما تدي للعيال وما تخليهمش كده، بحب الذهب والالماز. احنا ولا حد معبرنا ولا حد فكرنا خالص. بص، احنا هنا هنعمل حمله احنا بدأناها الاسبوع اللي فات بان يكون في عيد اب كمان في مصر. احنا شفنا الاحتفالات على السوشيال ميديا، بس كم واحد فيكم النهارده باس ايد ابوه او جبينه وقال له كل سنه وانت طيب، عرفانا وتقديرا لان ما فيش بعد الاب شيء، الاب رب. ومين فيكم حتى تذكر اللي فارقنا منهم بالدعوه الصالحه وبقراءه يعني القران، او حتى بانه يعمل الحاجات اللي كان بيحبها. يعني كنز ما تضيعهوش، الاب في البيت كنز ما بيتضيعش ابدا، وحتى في الذكرى كنز ما بيضيعش ابدا. كل سنه وانت طيب تاني. وانت طيبه. خلونا ندخل في الجد. موعد الملء الثاني لسد النهضه اللي اعلنت عنه اثيوبيا انه هيكون في يوليو القادم بيقترب. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس وزراء اليونان وادلى بتصريحات مهمه بخصوص ازمه سد النهضه، واكد خلال هذه التصريحات على ضروره التوصل الى اتفاق قانوني ملزم، وطالب المجتمع الدولي بدور جاد في الملف. خلونا نشوف الرئيس قال ايه ونرجع لكم. كما احط دوله رئيس الوزراء علما بما قالت اليه المفاوضات الثلاثية حول ملف سد النهضة، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف حفاظا على استقرار المنطقة. لم يكن هذا هو الحدث الوحيد المتعلق بسد النهضة، لأن النهاردة كمان وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي زار جنوب السودان، وده كان للتنسيق والتعاون في مجالات إدارة المياه. الكلام ده جه بعد أقل من 48 ساعة من الحوار اللي اختصنا بيه معالي وزير الري، واللي جذب اهتمام الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، علشان كل التصريحات المهمة جدا في الوقت الحساس ده بخصوص سد النهضة. على سبيل المثال مثلا، خليني أقول بس قبل قناة الحدث العربية وغيرها، إن السيد الوزير في جنوب السودان في حوارنا السيد الوزير اتكلم عن الاستثمار في الدول الإفريقية، إن احنا حريصين طول الوقت على الاستثمار في الدول الإفريقية، وقال جنوب السودان تحديدا من أكثر البلدان اللي احنا مهتمين بيها، عشان كده هو في جنوب السودان. قناة العربية الحدث نقلت الحوار عبر حسابها على تويتر، نقلت تحديدا تصريح وزير الري بأن أثيوبيا تحاول إحداث فرقة بين الدول الأفريقية ودول المصب، وأنه لا يقلقنا إنشاء سد النهضة، ولكن ما يقلقنا هو عدم الاتفاق على أسلوب الملء والتشغيل. وهنا عايز أقف علشان المغرضين اللي بره، محمد ناصر وسليم عزوز الاثنين، وهي كأنها نشرة بتتوزع، وفجأة اكتشفوا أن وزير الري اشتغل في أثيوبيا، فقال لك الحق وعميل، وهو اللي كان بيبني سد النهضة. طبعا الوزير في الحوار قال ان انا اشتغلت هناك، وكان بيشتغل تبع الامم المتحده، وقال اشتغلت في 4 سدود في اثيوبيا من الناحيه الفنيه كان بيشوفهم. لكن يا اعداء مصر، مصر ليس لديها رفض لبناء سدود، ده مصر عرضت تمويل سد النهضه، يعني عرضت انها تمول السد بشرط انها تضمن السلامه. مصر خايفه على المنطقه وخايفه على حقوقها، لكن مصر ليست ضد بناء سد اطلاقا، ولكن طريقه التشغيل، طريقه الملء، كل ده امان السد، كل ده مصر هي اللي مهتميه بيه. صحيح، اولويات مصر واضحه ومحدده ومعلنه دائما. من خلال وسائل الاعلام المختلفه اللي حكينا عنها برضو، تم نقل عدد من التصريحات اللي غايه في الاهميه. البي بي سي عربي
عبر حسابها نقلت كمان تصريح الوزير لينا بأن إثيوبيا بتستخدم أزمة سد النهضة لأغراض سياسية، وقال إنها بتحاول إحداث فرقة بين مصر والسودان والدول الإفريقية. كتير من المواقع كمان، موقع روسيا اليوم قال كلام مهم. نقل كلام الوزير اللي قال فيه أنه علينا أن نشعر بالقلق، وطبعا الوزير وضح أنه يتحدث عن القلق الصحي اللي يخلينا نشعر بدورنا تجاه ترشيد المياه، الخطط اللي عاملاها تبطين الترع وخلافه، كل الحاجات وكل التصورات مصر عاملة خططها منذ سنوات، ده بالإضافة لرفض التحدث عن الدول التي تمول سد النهضة، وأنه اكتفى بالقول بأن لكل دولة أجنداتها. موقع العين الإخباري اهتم بالتصريحات برضو اللي كانت موجودة امبارح، وخصوصا بأن تكلفة التعاون، لما قال كده أن تكلفة التعاون أرخص من تكلفة الحرب، وده طبعا واقع، وقال أن الدولة مش هتسمح بحدوث أزمة مياه بسبب سد النهضة، وده شيء قطعي. الصحف المحلية كمان تناولت التصريحات وحكت عن الموضوع اللي قالوا خيري من شوية، والمتعلق بما كان من القنوات الإخبارية من الكلام عن موضوع ان الوزير كان له تعاون. دي مش قنوات اخباريه، دي قنوات اخوانيه ومصادر اخوانيه ومصادر تابعه للاخوان، حتى ولو لم يكونوا اخوانيين فهو مدفوع لهم من الاخوان يرتزقون، عشان كده كلامهم ليس له قيمه. اهتمت الاهرام والاخبار والجمهوريه والشروق والمصري اليوم والوطن وموقع القاهره 24 واليوم السابع، كل المواقع اهتمت بالحوار، وانا بشكر سياده الوزير وبعتذر له. سيادة الوزير، احنا قعدنا عشان نعمل هذا الحوار الصغير اللي شفتوه 4 ساعات، سواء كان في مكتبه وهو بيشرح لي معلومات كتير جدا او في القناطر الخيرية، ولكن لظروف خاصة اضطررنا لاختصار الحوار جدا، وخدنا اهم العناوين اللي هو عملت هذا الصدى الكبير جدا، فانا بعتذر للوزير على هذا الاختصار، ولكن كان حوار محترم وتصريحات مهمة جدا جدا من وزير مسؤول في الحكومة المصرية. خلونا نشوف عناوين الأخبار ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. أهلا بكم من جديد، وكده نبتدي قصصنا الإخبارية للنهاردة، وحنبتديها بآخر المعلومات اللي وصلت لنا في موضوع قطار حلوان. النهاردة تحديدا الساعة 6 اصطدم قطار باتنين ميني باص كانوا واقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة الحديد، وكانوا متعارضين مع مسار القطر. المكان اللي كان موجود فيه الاتنين ميني باص دول ما كانش مكان موجود فيه أي مزلقانات ولا حتى أماكن خاصة لعبور المشاة أو حتى منطقة انتظار للسيارات. سائق القطار حاول إن هو يقف وما يكملش علشان يعني ما يحصلش أي تصادم، لكن للأسف لم يتمكن من إنه يعمل ده وما قدرش يقف، وده طبعا تسبب في الاحتكاك بالأتوبيسين دول، وحدثت حادثة ترتب عليها ما نشرته وزارة الصحة. وزارة الصحة قالت إن في اتنين توفوا ماتوا من المواطنين، وأصيب 6 بإصابات بسيطة، تم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين الصحي بحلوان، اللي محافظ القاهرة السيد اللواء خالد عبد العال زار المصابين منذ قليل، زي المشاهد اللي حضراتكم شايفينها، كان داخل المستشفى بيزور المصابين بيحكوا له اللي حصل، ده دكتور بيحكي اللي حصل، دخل اطمئن على المصابين وعلى الحادث. ما زالت المشكله عندنا هي سلوك الاشخاص اللي بيسبب كوارث كتير جدا زي ما شفنا في هذا الحادث، ما فيش اماكن للوقوف، اللي عايز يقف في حته بيقف، ما حدش بيشغل باله، القطر جاي ودول معديين على القضبان بتاع السكه الحديد. يعني هنقول هنا ايه مسؤوليه القطر، ايه مسؤوليه سائق قطر في ناس ليس لديها ادنى مسؤوليه؟ أعتقد أن القانون قادر على ردع هؤلاء. نيابة كمان دلوقتي انتقلت لموقع الحادث وبتشوف إيه الأسباب وإيه عشان تقف على كل الأسباب وتعلنها للناس، وده طبعا الأول ما هيوصل لنا هنعرضه لكم إن شاء الله. من القصة الأولى لقصة أخرى واقعة قد تكون فريدة من نوعها، حصلت في محافظة الغربية. السيد المحافظ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية راح مقدم بلاغ في مواطن ومواطنة. ليه؟ لأنه فوجئ برسائل جاياله على موبايله فيها إهانات وسب شديدين على الموبايل من نمرتين مختلفتين.
المحافظ قرر أن يمارس حقه القانوني وراح تقدم ببلاغ بالبحث عن التليفونات. تم تحديد أن التليفون ده بتاع سيدة وابنها. النيابة تم القبض عليهم، أحيلوا للنيابة. النيابة حبست الابن 4 أيام وأخلت سبيل الأم على ذمة القضية. النهاردة النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى كان ليه رأي مختلف وكتب بوست على صفحته بيحكي الواقعة. فتعالوا نسأل السيد النائب كيف يرى هذه الواقعة. مساء الخير السيد النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك سيادة النائب. قبل ما ندخل في التفاصيل اللي حضرتك كتبته على البوست والتعليق اللي حضرتك كتبته، هل يا ترى حضرتك عرفت إيه القصة اللي وراء إرسال السيدة دي لرسائل للسيد المحافظ؟ يعني ما خلف القصة؟ مين هي السيدة دي وليه بعتت رسائل للمحافظ؟ طيب خلينا بس نوضح تفاصيل. إنه السيدة اللي تم حبسها امبارح وتم إخلاء سبيلها النهاردة تبين او بينت التحريريات ان الموبايل مش بتاعها، الموبايل بتاع ابنها. ودي كانت المشكله اللي حصل امبارح، ان احنا حاولنا نتدارك الموقف قبل ما تتازم الامور. يعني السيده تم حبسها ليله كامله في اسم اول طنطا، ثم بينت التحريريات ان الموبايل مش معاها اصلا. طيب ابنها اللي الموبايل بتاعه اللي بعت الرساله للسيد المحافظ طالب في اولى ثانوي، يعني 15 سنه. يعني هل ابنها هو اللي بعت الرسائل ولا الام؟ أيوة اللي بعتت الرسائل من موبايل ابنها. لا التليفون مع ابنها، لان ابنه مش معاه بطاقه فالخط باسم والدته. تمام. فالرساله اللي اتبعتت للمحافظ يعني بينتقد الاوضاع في مدينه المحله الكبرى اللي كلنا بننتقدها. مدينه اللي مهمله بشكل كبير جدا، اللي شوارعها مكسره، اللي عندها اللي عندها اللي عندها. في نفس الوقت هي المدينه اللي الكل بيتابعها. يعني حضرتك بتقول ان هذه الرسائل لم يكن فيها سباب او قصف او اهانه لسياده المحافظ؟ ما في الرساله هو التالي، انه الكلام على لسان يوسف انه افتكر لنا حاجه يعني او اعمل للمحله وحياه امك عشان نفتكر لك حاجه بيها لما تمشي. تمام. هل وحياه امك دي وحياة أمك إن أنا بتحلف السيد المحافظ؟ لا هو أسلوب غير لائق سيادة النائب أكيد. وللتعامل يعني حضرتك لا تقبل إن حد يقول لك كده يعني. خير بيه لو تسمح لي أنا بحاول أشوف لك النص. لأنه وإحنا طلعنا صحفي قبل ما أكون نائب، الكلمات بمدلولها مش بنصها. تمام. فأنا لما بستحلف حد ما أقول له وحياة أبوك اعمل كذا وحياة أمك اعمل كذا، بكلمات دارجة بيننا كمصريين ولا تعني بالإطلاق إنها سب وقذف. طيب سيادة النايب، علشان أنت بتقول لنا نص مختلف عن اللي صدر عن بيان المحافظة، بس تسمح حضرتك أن تكون معنا ومعايا الأستاذ محمود ممتاز المتحدث الإعلامي لمحافظة الغربية. أستاذ محمود أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. حضرتك ممكن تقول لنا، معلش أنا آسف إني هدخل معاك على طول، نص الرسائل التي أرسلت، وهل هو نص واحد من تليفون اللي كتبه يوسف ولا أكتر من نص؟ في البداية بس بشكر حضرتك على يعني استضافتنا لإيضاح الموقف، لأن الموضوع هو يعني كان موضوع بسيط، ولكن السوشيال ميديا والبعض يعني وصل الموضوع بشكل مختلف. هي الفكرة كلها إن إحنا بس نتفق إن حق التعبير وحق الرد مكفول للجميع، ولكن ان انا ابعت رساله لمسؤول او لشخص او لمواطن او لحضرتك او لاي حد فيها اساءه وتجريح واهانه، ده غير مقبول ولا يجبره اي شرع او دين او قانون او المجتمع. الفكره ان الرساله اللي جت للسيد محافظ الغربيه هي جت من رقمين مختلفين مش من رقم واحد. نفس الرساله؟ لا يا فندم، رسائل مختلفه. ما انا بسال حضرتك، هي رساله ولا اكتر من رساله؟ وايه هي محتويات الرسائل دي لو تسمح لنا كمان يا استاذ محمود؟ انا هوضح لحضرتك الامر. فالرسالتين جمل السيد المحافظ فيهم اهانه غير ما ذكر خالص، يعني اللي ذكر ده جزء من ما يعني من الحقيقه. زي ايه يا فندم علشان الساده المشاهدين بس يبقوا معانا في الصوره؟ يعني يا فندم يعني ان كان انا سامع المداخله بتاع سياده النائب، يعني لفظ وحياه امك يعني لفظ لا يليق يعني. تمام، احنا اتفقنا وانا قلت وجهه نظري في ده. ده اقل ما قيل. في حاجه يا فندم، ما انا بسال حضرتك ايه اللي قيل علشان معانا معالي النائب
بيقول لو المساله في حدود هذا فهذا في اطار السب عقوبته غرامه. هو الموضوع بس ان سياده النائب كمان ان في رساله اخرى من مواطن اخر والرسالتين فيهم سب وقصف وتعدي بالاسره، يعني الموضوع وصل لتعدي به يعني بالالفاظ على يعني الاحد. حضرتك متحرج يا استاذ محمود تقول لنا نص رساله من الرسائل دي؟ حاجه ده طريق يعني انا حتى متحرج ان انا اقول الموضوع لان اخيرا الموضوع قيد التحقيق، ويمكن اعتقد ان في اجراءات خدتها النيابه العامه النهارده، ويمكن دي الثقافه اللي احنا لازم نغرسها، ان يعني طالما في تحقيق قيد النيابه يعني نقدر نسيب الموضوع للجهات القضائيه تحكم فيه. الحاجه الثانيه اللي حابب اوضحها لحضرتك ان الفكره مش ان السيده فقط، ان السيد المحافظ لما عمل البلاغ هو عمل بلاغ بالرقمين، لا كان يعرف هل صاحب الرقم ده يعني سيده او طفل كبير او صغير راجل من المحله او من غير المحله. ليه سياده المحافظ ما فكرش يتصل بالارقام دي ويشوف مين اللي باع ده وبعت ليه؟ يعني تخيل حضرتك، حط حضرتك في نفس الموقف، لو حد بعت لحضرتك يعني شتيمه بال بتحصل هتبقى صعب. احنا السيد المحافظ اي شكوى بتيجي للسيد المحافظ بيحولها مباشره على يا اما مكتبه يا اما منظومه الشكاوى او مبادره القضيه بتتغير بيكم، فما فيش شكوى بتجيله الا لما بيتم تحويلها، لكن هو فكره ان هو هيتصل بحد شاتم وفيها طيب. خليني اكد بس مع حضرتك تاني يا استاذ محمود، ان هناك اكتر من رساله عبر تليفونين، طلع التليفونين دي بتاع الست وابنها فعلا عنده 15 سنه يوسف. والله يا فندم بقى يعني انا هسيب دي يعني لجهات التحقيق تثبتها. عندك معلومات يعني ولا ما عندكش معلومات؟ هو متهكر او ما تهكرش، دي جهات التحقيق بقى هي اللي تقول، بس يعني احنا لينا طيب. الواحد يقدر يستفتي قلبه في موضوع زي ده يعني. لا ده ما فيهاش استفتاء قلب، لما تبقى حاجه قدام النيابه ما فيهاش استفتاء قلب، احنا بنتكلم عن المعلومات. استاذ محمود بشكرك جدا. سياده النائب، الا ترى ان المحافظ من حقه كمواطن ان يشكو من يتطاول عليه؟ تسمح لي يا خير بيه لو سمحت، اديني مساحتي لو سمحت. اتفضل. انا قلت المصطلح تمام، لكن الاستاذ محمود ما قالش اي مصطلح من اللي قال ان هي شتايم شنيعه وتخوض في الاسره وغيره، ودي كده نقطه. ايوه بس بس على مسؤوليه حضرتك ان هذا اقصى ما ذكر صح؟ لو تسمحي لي يا فندم انا ماشي اوكي، بس السؤال على مسؤوليه حضرتك ان هذا اقصى ما ذكر، يعني الموضوع لا ليس له علاقه بالاستاذ محمود. الرساله بتاعه يوسف تمام، والرساله نصها قدامي تمام، وانا بقول من خلالها النقطه الثانيه انه ما هو مطروح امام النيابه يعني لا تعقيد صحيح على النيابه وامام جهاز صحيح كل حاجه، لكن عندما نتحدث عن معلومه تتعلق بعمر المجني عليه او المتهم فالامر ده ملوش علاقه بفكره جهات التحقيق، احنا امام حقيقه مجرده فيجب الرد عليها بشكل صريح علشان نوضح الامر بالنسبه لنا. النقطه الثانيه انه انا كنائب عن مدينه المحله الكبرى حاولت امبارح طول اليوم من الصبح حتى العاشره والنصف مساء اتواصل مع السيد المحافظ لم يرد. تواصلت مع مديرة مكتبه طول الوقت، قال لي السيد المحافظ في اجتماعات، السيد المحافظ في كذا، السيد المحافظ عنده لقاء، السيد المحافظ نزل، السيد المحافظ رجع. أكثر من 50 تليفون امبارح بقول لهم يا جماعة. ده كان قبل البوست بتاع حضرتك ولا بعده يا فندم؟ قبل البوست. أنا ما كتبتش، أنا جاي لحضرتك بالتسلسل، طيب. يا جماعة في مشكلة كذا، الشكوى أولاً مش مقبول الإساءة لا للمواطن ولا لمسؤول، لكن إحنا قدام وضع خاص إن في سيدة هتبيت ليلتها امام او داخل اسم شرطه بسبب كلمه. الدستور وحضراتكم اعلاميين وصحفيين، الدستور المصري بيمنع تطبيق اي عقوبه سالبه للحريه في جرائم النشر، وعلشان كده رفعوا او ودوا القضيه للنيابه الاقتصاديه، ليه؟ علشان تبقى قضيه اساءه استعمال اجهزه الاتصال. طيب طب وماله؟ ما حقه حاجه المحافظ. طيب استاذ سياده النائب عشان ما ندخلش بس في تفاصيل كتير. طيب وتضعني في حرج اخر. 30 ثانيه لو سمحت يا استاذ خير. طب خد ال 30 ثانيه اتفضل. طيب ال 30 ثانيه ان انا ابلغت مديره المكتب ان هذا الامر سيتسبب في ازمه، وان المحلويه مش هيقبلوا فكره ان الست تبات في الاسم علشان كلمه. لحد الساعه 10 ونص بالليل قالت لي ان انا بلغت السيد المحافظ. طيب السيد المحافظ قال لي، قلت لها تكرما يتنازل عشان الست ما تباتش في الاسم. السيد المحافظ قال لي بس اذا كانت مخطئه بالفعل وقامت بده والنيابه بتحقق في الموضوع، يبقى مش من يعني من المفترض ان القرار راجع ليه هو شخصيا. كان من الممكن ان السيد المحافظ كمسؤول مش بس مواطن، المسؤوليه بتدلنا مسؤوليات في التصرف مع بتختلف سياده النائب بتختلف. احنا ليس لدينا كل المعلومات. انا بشكر حضرتك جدا، دعونا نتفق ان الامر بين يدي النيابه، ان النيابه اتخذت اجراء وتوجيه اتهام، حبس 4 ايام، اذا هناك اتهامات.
إخلاء سبيل الأم لا يعني أنه لا توجد جريمة، ولكن دي على ذمة هذه القضية. عندما تنتهي النيابة من التحقيقات سنذكر من حق المحافظ كمواطن أن يلجأ للقانون، كما من حق المواطن أن يلجأ للقانون ضد المحافظ. خلونا اللي يحكمنا دائما القانون. صحيح. على مهم دي زوايا صحية يا جماعة بتحصل في المجتمع، يعني حكي. من المرات القليلة اللي نلاقي مسؤول رايح يقدم بلاغ والشرطة تحقق وتجيب التليفونات وتروح للنيابة وتروح، ده شيء كويس قوي. قصة أخرى موجودة في قصصنا، ولا أحد فوق القانون، ولن يكون أحد فوق القانون طالما أن دولة القانون يحكمها القانون بين الطرفين أيا كانت درجة مسؤوليته. ولا تعليق لحد ما توصلنا النتائج اللي هتكون هتعلنها نيابة بعد التحقيق. طيب نروح لقصة تانية هي واقعة أيضا غريبة حصلت في كلية الأداب جامعة بني سويف. الواقعة باختصار أن في طالبة في الفرقة التانية اشتكت أستاذ في الجامعة وقالت انه تعدى عليها بالضرب بالقلم على وشها بعد لما سلمت ورقه الاجابه في ماده اسمها مقرر عليهم اسمها مصادر البحث العلمي. قالت ان الاستاذ قال لها، بعتذر طبعا عن اللفظ، قال لها غوري في داهيه. الطالبه قدمت مذكره وبعد الواقعه ما حصلت مباشره السيد عميد الكليه رفعها لرئيس الجامعه الدكتور منصور حسن. دكتور منصور حسن بقى قرر في نفس اليوم إيقاف الدكتور اللي عمل الواقعة دي وضرب البنت. هو مين بقى الدكتور ده؟ أستاذ مساعد في قسم التاريخ، وقفوا لمدة 3 شهور أو لحين الانتهاء من التحقيقات معه علشان نعرف إيه نهاية هذا التحقيق. خلينا نشوف تفاصيل الواقعة دي، ويعني يمكن اللي شغلت الناس وليها دلالات. الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف معانا على التليفون، بنرحب بيه وأهلا بحضرتك معانا يا دكتور. يا اهلا وسهلا بحضرتك وبالمستمعين جميعا. اهلا بيك دكتور منصور، ازاي حضرتك؟ استاذ خير، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. دكتور منصور، ما الذي حدث ولماذا حضرتك اتخذت قرار بايقاف الدكتور او الاستاذ المساعد لمده 3 شهور او لحين انتهاء التحقيقات؟ بص حضرتك، في الاول احنا يعني مؤسسه حكوميه من مؤسسات الدوله، يعني تحكمنا قوانين ولوائح، والقوانين واللوائح دي بنعمل بيها وبتحدد التعامل بين منسوب الجامعة من أعضاء التدريس وطلاب وعاملين. اللي حصل طبعا ده حدث مشين، ويعني زي ما حضرتك بتقول حاجة غريبة جدا، كلنا مستغربين. هو تصرف فردي يعني لا يمس أعضاء التدريس في الجامعات ولا الجامعات لا يمثلهم. لا يمثلهم تماما، لأن ده تصرف فردي وإحنا كلنا بنتعامل إن الطلاب أبنائنا. فيعني اولا هو خارج عن التقاليد والاعراف الدينيه وحقوق الانسان ويعني تقاليد الجامعه، كل التقاليد ما فيش حاجه اسمها كده ان حد يضرب حد ابدا وعلى وشه مهما كان اللي حصل من البنت، اذا كان في حاجه حصلت. اللي انا يعني على طول احنا عندنا ايام الامتحانات بيبقى في لجنه مستمره الانعقاد تماما 24 ساعه عشان امتحانات الجامعه كلها، عندنا 28 كليه. فوجئت، انا اتبلغت على طول، ما استنيتش المذكرات بتاعت العميد اللي اتبعتت، انا عرفت بالواقع على طول، فطلبت التحقيق، حولته للتحقيق وايقاف 3 شهور. ده اقصى عقوبه في ايدي في الوقت الحالي لحين انتهاء التحقيق. حضرتك خدت القرار ده بعد ما تاكدت من ان هناك اعتداء وقع بالفعل؟ طبعا هو ما بينكر، ما فيش حد بينكر ده، اصل قدام على مسمع ومرأة من الطلاب. طب هو برر ده اللي خلاه بقى يعمل كده؟ هو حضرتك الطالبه دي طالبه عندنا كانت داخله الامتحان وما معهاش اثبات شخصيه. أيوة. لا بطاقه ولا الكارنيه الجامعه. فالمهم انها طلعت جواز سفر بتاعها وده يعتاد بيه، والراجل قضاء التدريس المحترم برضو اتخذ الاجراءات اللازمه في مثل هذه الحاله، واستدعى عضو هيئه التدريس سيده يعني عشان تبص عليها تتاكد لانها لابسه نقاب. فمن الصوره وتاكدت. اهلا بكم من جديد. القصه اللي هنعرضها دلوقتي هي قصه شاهدتها بعيني وصورتها بنفسي. أنا من العاشقة للتاريخ ومن العاشقة للأماكن الأثرية، وخصوصا بقى لما تكون أماكن متعلقة بالروحانيات والأديان. منطقة مجمع الأديان اللي موجودة عندنا، أو مجمع الأديان أو مجمع الديانات كما يطلق عليه، أي واحد بيطلق عليه شكل يناسبه، منطقة من أعظم وأجمل الأماكن اللي ممكن حد يزورها في أي مكان. فمش ممكن أبقى بنت البلد وما تمتعش بيها،
فرحت أتمتع بها. ووصلت لحد المكان المسجد الأول الذي بني في مصر، مسجد عمرو بن العاص. تخيلوا هيبة المكان وجماله ورونقه. ولكن لأني فقط سيدة منعت من دخول المكان. إيه رأيكم نشوف اتصور هناك علشان نشوف التعليق؟ انت منعتي وانت داخلة تصلي، هتصلي وتزوري وتتفرجي. هصلي وازور وساعة صلاة الظهر يعني. أنا كنت موجودة هناك ساعة أذان الظهر، فبصراحة يعني متعة ما فيش. مين اللي منعك يعني؟ القائم برعاية المسجد. قال لك إن الستات ممنوعات؟ قال يافطة كبيرة كده مشاور لي عليها، قال لي شايفة اليافطة دي؟ قلت له قال لي ممنوع دخول السيدات. ما أنا قلت هنشوف الفيديو وبعدين نرجع نشرح لهم. طيب. الموضوع بقى ماشي. مش عايزة، أنا عايزاكم تشوفوا الأول ليس من سمع كمن رأى. يعني شوفوا الفيديو ونرجع نحكي عن الموضوع علشان نعرف يعني الموضوع ده مشكلته فين وإمتى هيتحل. نشوفوا ونرجع تاني. أنا دلوقتي موجودة عند مسجد عمرو بن العاص على وقت صلاة الظهر، لكن للأسف الشديد جداً فوجئت بلافتة مكتوب عليها دي ممنوع دخول النساء للمسجد هذا للعلم. لكن طبعاً زي ما أنتوا شايفين أن كل رجالة قادرة تدخل المسجد علشان تتمتع بصلاة الظهر موجودة فيه. لما سألت عم رشاد المسؤول عن المكان قال لي دي اجراءات احترازيه علشان كورونا. موضوع منع الستات من الدخول مش في ايديك، وان المسجد مش مفتوح في ايديك. مش في ايديك السيدات بس. السيدات بس اللي ممنوعات. نصلي الوقت ونقفل على طول. نقفل على طول، مش مفتوح للزياره. واحنا في مجمع الاديان صح يا عم رشاد؟ مش مفتوح. انت جيتي من الصعيد لحد هنا عشان تدخلي ما عرفتيش تدخلي. ان شاء الله ربنا يتقبل منك الصلاه اللي انت صليتيها في الشمس بره. يعني اعتقد مسجد زي ده قيمه من الاشياء العظيمه جدا في راس مصر. ممنوع دخول الستات، وكان الستات هي اللي ممكن تنقل كورونا، لكن الرجاله لا. يعني تفرقه عنصريه ما فهمتش بصراحه اللي وراها. اكيد هنسال عنها وزير الاعلام. لما تعرضت للموقف ده كل التساؤلات اللي خطرت في بالي صورتها علشان انقلها لكم ونعرف الرد كلنا عليها، بما ان اكيد الموقف ده كلنا بنتعرض له كستات. وبرضو شايفين ان لما سالت ليه ممنوع دخول السيدات قالوا لي اجراءات احترازيه علشان كورونا، وكان الستات بس اللي بتنقل كورونا والرجاله لا. الرجاله اللي داخلين لا في كمامه وبيسلموا على بعض ولا في سجاده ولا في حد واقف بيقول لهم اي حاجه ولا في سجاد او ورق. في مساجد بتديك ورقه باتجاه القبله كده تحطيها قدامك، وعاملين مسافات علشان ما فيش اتنين يقفوا جنب بعض. انا ما شفتش اي حاجه من دي. خير اذا تسمح لي يعني مسجد بهذه القيمه ان الستات اللي راحت علشان تصلي فيه او المجاوره للمكان، لان ممكن اي حد من مكان لمكان يحب يصلي، بشكل مهين سجاده صلاه مقطوعه ومتوسخه جدا وحصيره مفروشه في الشمس وعلى الشارع، يعني كل اللي ماشي رايح جاي يتفرج على الستات اللي بتصلي. وللحظ كان في كمان جنازه سمحوا بدخول الرجالة تصلي جوه والستات قالوا لهم تقفوا هنا، وكنا ساعة الظهر في عز الشمس حصيرة مفروشة على الأرض وقالوا ممنوع الكاميرات بتصور وتدخل. غريبة، ده في قرار أساسا بممنوع صلاة الجنازات داخل المسجد، بتتصلى بره. هذا ما حدث. طيب احنا وبعدين يعني الحدوته، الفكره اللي انا عايزه اطرحها هنا حاجتين. اذا كان الامر علشان كورونا، اذا الاجراءات الاحترازيه ليست فقط للسيدات، ومسجد عمرو بن العاص واحد من اكبر المساجد وفي مصلى خاص بالسيدات كان ممكن يتفتح يعني مع مراعاه الاجراءات الاحترازيه. وبعدين اين هي الاجراءات الاحترازيه اللي بتطبق على الرجاله اساسا؟ والفكره الاخيره ان هذه منطقه اثريه، المئات والالاف بيمروا على المجمع ده بما فيه من كنائس ومعابد ومسجد، وهو المسجد الوحيد بهذه القيمة. يعني إزاي الناس تدخل الأماكن الأخرى وتيجي عند المسجد ده بهذه القيمة ما تدخلش للزيارة؟ حتى الزيارة ممنوعة والسجادة زي ما انتم شايفين مقطوعة ومفروشة في الشمس. وطبعا يعني الست اللي جاية من الصعيد عشان تشوف المكان وتصلي صلت في الشمس مع ستتين. شايف المنظر بره الجامعة. يعني مكان واحد ضل والباقي كله بنصلي في الشمس. طيب احنا معانا فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا. الشيخ جابر معانا يا جماعة ولا مش معانا؟ أنا مش سامع حاجة. نجرب معاه تاني، لأن أنا مش عارف هي كل المساجد ممنوع فيها صلاة النساء؟ لا، في مساجد. طيب. مفتوحة لصلاة النساء، فتحت في شهر 4 اللي فات قبل رمضان لصلاة بدءا من يعني التراويح، وبعدين خففت الإجراءات الاحترازية تماما وتم فتح الأماكن، بس لم يتم الفتح للسيدات إطلاقا ولا حتى للزيارة. يا خيري، ده مسجد أثري يعني تاريخه من تاريخ الإسلام في مصر. يعني
بصي انا مع الاجراءات الاحترازيه، كلنا معاها، ان تعمم على الجميع، لكن مش معنى الستات بس والرجاله، بس كمان اذا كانت الرجاله وشفناهم ملتزمين وبتاع ممكن اتفهم، ممكن يقول لك الصلاه في المسجد ليست فرضا على المراه. طب الزياره، طب الاجراءات الاحترازيه اللي انتوا عاملينها ليه مش مطبقه على الجميع؟ طيب يعني اذا لم نصل اليه فهذا موضوع يستحق التوقف. اعتقد ان السيد وزير الاوقاف يمكن ان يكون له قرار، او اذا كان القرار من مجلس الوزراء نتوقع ان يكون هناك اجراءات تساوي بين الجميع في العباده. صحيح، يعني مع مراعاه الشكل الانساني والاخلاقي لوضع النساء اللي محطوط عند سور الجامع قبل السور اللي بره في مقابل كل الناس اللي ماشيه في الشارع يعني. طيب اعتقد ممكن جالنا فضيله الشيخ الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. فضيله الشيخ جابر اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ خيري وبالساده المشاهدين وبزميلتك الاستاذه كريمه. أهلاً وسهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عنها يا فضيله الشيخ علشان انا راجل وليا حق ادخل الجامع. لماذا تمنعون السيدات من زياره المساجد او الصلاه فيها وتسمحون بهذا للرجال؟ لا الحقيقة الأستاذة كريمة لها حق مثلك سواء بسواء، ونحن لا نفرق بين الرجل والمرأة، الكل له حقوق وعليه واجبات، ولكن طبعا حضرتك تعلم جيدا أن المساجد كانت مغلقة قرابة عام قبل ذلك. نعم. ودعونا الله عز وجل أن يستجيب لنا ويرفع عنا الغمة وتفتح المساجد، ومن فضل الله علينا لجنة الأزمة بمجلس الوزراء استطاعت أن تأخذ القرار، وطبعا تعلم جيدا أنها مكونة من معالي وزير الأوقاف والسيدة وزيرة الصحة والمختصين في هذا الشأن، واقترحوا أن يكون الفتح جزئي وهو للصلاة للرجال، والحمد لله تمت يعني الصلاة للرجال وفتحت، وصلاة الجمعة كانت معلقة، الآن الحمد لله عادت ولكن بنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية 10 دقائق رويدا رويدا حتى إن شاء الله نصل إلى الفتح النهائي لكل ملحقات ومرافق المساجد كاملة، ولكن نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوال الغمة ورفع الأزمة حتى نعود إلى مساجدنا وتعود مصليات السيدات وتعود كامل المساجد لكامل طاقتها في العمل، ولكن تعلم جيدا أن مصليات السيدات يصعب السيطرة عليها لأنه لا يمكن أبدا أن تكون يعني تعرف إمام المسجد بيبقى إمام للمسجد لكن لا يستطيع أن يدخل مصلى السيدات ويسيطر عليه إذا كانت إجراءات الاحترازية غير محققة أو غير مطبقة، لكن أي مسجد كانت فيه واعظة من واعظات الأوقاف أو واعظة من واعظات الأزهر أو أي أحد من الذين يتفرغون لهذا العمل كان يأتي ويقول أريد أن أفتح مصلى السيدات وأنا المسؤول عنه بتحقيق الضوابط والإجراءات الاحترازية نفتحه على الفور. بس يا دكتور يا فضيلة الشيخ أنا بعتذر جدا، نحن نتحدث الآن يعني الواقعة اللي أنا شخصيا كنت طرف فيها هي مسجد عمرو بن العاص وهو بهذا الحجم والتاريخ، نحن نتحدث يعني عن إجراءات تم اتخاذها أو قرارات من أكثر من عام وهي أن فتح للرجال فقط مع وجود إجراءات احترازية وهو ما لم نشاهده يعني في الفيديو، لكن بالنسبة للسيدات في المساجد الكبيرة والمساجد الأثرية. عفوا 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 أستاذة كريمة اتفضل. إجراءات احترازية وهذا ما لم نشاهده، لم تشاهدي إيه؟ في مدخل الجامع الناس داخلة بدون كمامات عادي جدا وبيسلموا على بعض ومحدش بيقول لهم أي حاجة، ده كان في الفيديو. لا حضرتك إحنا الإجراءات الاحترازية بنزعم إن إحنا مسيطرين وإن إحنا لدينا. أنا بكلم حضرتك على الفيديو اللي أنا شفته أول مرة زي حضرتك بالظبط، إذا كنت شفته اللي صورته زميلتي كريمة، الرجالة داخلين بيسلموا على بعض ولا في كمامة ولا في أي شيء. أستاذ خيري أنت إعلامي متميز ومرموق ونعلمك جيدا. تمام. لو استطعت أن تأخذ أي سقطات من أي مكان وتصور مظاهر سلبية في أي مكان مهما كان حجم الانضباط فيه من الممكن أن تستخرج صور سلبية للناس، لكن السواد الأعظم منضبط والإجراءات الاحترازية، ويكفينا حتى الآن منذ بزوء أزمة كورونا لم تحدث أزمة في مسجد أو
يعني حد تحققت فيه العدوى في المسجد او وهو ما لا نتمناه اطلاقا يا فضيله الشيخ ان يكون في حاجه شبه كده، لكن ما رايته انا بام عيني وما صورته انا وصورته كان الهدف من التصوير هو فكره ان هذا المسجد العظيم يفتح للنساء، يعني لان كان صعب جدا نصلي بره في الشمس صلاه الظهر على سجاده متسخه وظهرنا للشارع للناس عشان تتفرج علينا، كان الموقف بصراحه صعب في منطقه اثريه، لكن ما فوجئت بيه هو المنظر اللي حضرتك شايفه ده، عشان كده اضطريت اصوره. استاذه كريمه اتفضل حضرتك لو عايزه تيجي تمضي اقرار انه تحافظ على الاجراءات الاحترازيه او اي حد من السيدات يستطيع ان يكتب اقرار بانه هيطبق الاجراءات الاحترازيه ويلتزم بها ياتيني غدا ويكتب الاقرار وغدا يفتح المسجد ياخذ قرار الفتح بايده. يا فضيلة الشيخ أنا هل كل امرأة ستأتي للصلاة في مسجد زي مسجد عمرو بن العاص ولا واحد من المساجد الكبيرة ستأتي حتى تمضي إقرار؟ مساجد زي دي إذا كانت الموضوع واعظات ومشرفات فنستطيع إن احنا نعين لهم حد أو نحط حتى شروط، ممنوع دخول الأطفال أو اصطحابهم، ممنوع أشياء كثيرة جدا. أنا فقط أعرض هذا من أجل المطالبة في النظر فيما عرضنا الآن وفتح الباب للسيدات مع ضمان الإجراءات الاحترازية، لأن هذه أماكن من حق الجميع أن يتمتع بها، وكورونا ليست حكرا على السيدات أنها ممكن تدخل عليها والرجالة لا. لا مع التأكيد كمان على أن هناك مساجد نعرف الجهد المبذول يا فضيلة الدكتور، وده حقيقي لا ننكر يعني. هناك جهد كبير جدا، ولكن إذا كان هناك ثغرات أو أخطاء فإحنا ضمن أن نلفت النظر ونثق أنكم ستنظرون إليها بعين الاهتمام. دعني أرد على الأستاذة كريمة، ليس هناك كورونا للسيدات دون الرجال، نعم، ولكن نقطة نظام، نحن نريد أن نحقق النظام. المرأة يجوز لها أن تصلي الصلاة في البيت، لكن إذا في حالة الضرر وفي حالة أنه من الممكن أن يكون مظنة وقوع ضرر فنحن نخشى على الإنسان، لأن الإنسان يعني الحفاظ على الساجد يقدم على المساجد. ونحن معك تماما فضيلة الشيخ، ولكن نرى أن الأمور تطبق بالعدل بالنسبة للطرفين مع الإجراءات الاحترازية، وسترى بنفسك أن هذا المكان سيحافظ عليه أبناء وبنات البلد. يعني أنا شخصيا من العاشقات لمسجد عمرو بن العاص، فعز علي جدا أن أنا أكون موجودة وأصلي على التراب برا مع ستات في منهم جايين من الصعيد ومنعوا من الدخول لأن فقط ممنوع السيدات من أجل كورونا. يعني هذا كان للفت النظر، ونتمنى أن يكون هناك قرار قريبا بفتح هذا المسجد وتعيين العدد الكافي من الواعظات علشان مراعاة هذه الأمور زي ما حضرتك قلت. نتمنى زوال الأزمة، وادعوا الله عز وجل أن تزول عن الجميع وتفتح جميع المساجد، ونحن في كل يوم احنا في انتظار القرار بالفعل فضيلة الشيخ، يعني في انتظار ان حضرتك بنفسك تعلن لنا ان تم فتح مسجد عمرو بن العاص والمساجد الاثرية الكبيرة التي تسمح بإقامة الإجراءات الاحترازية، وحضرتك تقول عيننا عدد كافي من المشرفات والواعظات. لا نتمنى ان نكون عنصريين لمسجد عمرو بن العاص فقط، ولكن اتمنى جميع مساجد جمهورية مصر العربية 180 الف مسجد تفتح امام الجميع ولا تغلق امام احد. يا رب. بنشكرك جدا فضيلة الدكتور الشيخ جابر طيع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. طيب احنا اتكلمنا عن سد النهضة في البداية، لدينا تقرير هام عن تاريخ وأسباب أزمة سد النهضة، هنسيبكم تتفرجوا عليه ونرجع تاني بعد الفاصل مع زميلنا العزيز خالد البرماوي وبورصة الكلام. اهلا بيكم من جديد وحديث القاهره، والنهارده عيد الاب، وطبعا زي ما احتفلت بخيري صديق الدرب بحتفل كمان بالزميل العزيز جدا خالد البرماوي. كل سنه وانت طيب. ولا تصدق ده بتضحك علينا. احتفل ما احتفلتش؟ لا قلت لك كل سنه الشوكولاته بتاعك كانت تدخل عليها بشويه شوكولاته بورد باي حاجه تقول لي كل سنه. ما فيش ست تجيب لراجل ورد. ليه؟ ده قانون عالمي. تجيب له شوكولاته، تجيب لي فته فاوتشر اب فاوتشر واحنا نشتري. انا عادي تدي اب حقي ان احس ان انا اب. مفيش. انا جالي مصاصه. ده انت كده مش اب. لو جالي شورت في البيت بجد يعني اول اب اول، بس اهو بدايه بقى. ما هو طبعا سنه لا جر رجلهم. طب اللي جابتهم مراتك ولا اولاد؟ لا هي جابتهم نيابه عنهم. طيب يعني اتفقت معاهم وعملت تمثيليه شورتين عشان شورتين بعتوا لي شورت ده وشورت ده. المصاصه دي اللي جابها بنطلون بقى وبدله ولا حتى شراب. هيجي لك يا خيري بعد الحلقه ان شاء الله، ما تنسوش الله يخليكم يعني. لا انا عشان كده جزء من الترند النهارده هو عيد الاب او يوم الاب. ترند وترند كبير. وغصب عن اي حد بقى هو ترند.
كل السوشيال ميديا ما حدش قال انه بدعه ولا حرام ولا حاجه. لا لا ما فيش ولا حتى كفروه على حماس يعني ما فيش حد حتى عبره تكفير. طيب عندنا ايه؟ تعال نشوف النهارده ايه. عندنا مجموعه من الاخبار منوعه كانت في الترند او المحتويات. اول حاجه كان ترند كان ليه علاقه بحوار وزير الموارد المائيه والري اللي تم امبارح. كان ترند من بعد على طول الحوار, وده قليل قوي ما بنلاقي اخبار سياسيه تبقى ترند من بعد الساعه 12. 12 ده دايما هو ميد نايت, فده بيبقى انا لاحظت حاجه خفيفه. 12 بدا يتنشر كتير قوي, كتير جدا, وبصينا لقينا فيه اهتمام من الصحافه العربيه والصحافه الاقليميه, وفي اكتر من جزيره والعربيه وسكاي وبي بي سي كمان واخده عاجل. بي بي سي واللقطه اللي وقفت عندها السوشيال ميديا كان اكتر من تصريح بامانه. التصريح اللي ليه علاقه ان احنا بنستعد من 5 سنين, ده الخبر بتاع بي بي سي. وكمان في تصريح اثار الكثير من اللغات بس في ناحيه كده شمال شويه. أيه. اللي هو احد انه كان بيشتغل في اثيوبيا, احد وهو بيتكلم في الحوار. ايوه هو قال, هو قال ومشكله بقى ده مش عارف اسميه, ده كان مؤهلات تعيين وبس, غباء شديد. اه بالظبط. ده سليم عزوز, ده واحد يعني بغض النظر عن مؤهله وان هو كان بيشتغل في الصحافه, ومؤهله دبلوم صنايع, ومع احترامي طبعا لكل دبلومات الصنايع, لكن هو مشكله ان هو اشتغل في الصحافه وبعد كده مشي وراح تركيا. مش دي قصتنا. قصتنا ان هو خد الخبر من جريده الشروق, وزي ما نشوف. لا نرجع تاني عشان بس نوضح للناس هما بيعملوا ايه. لا هو قال لك لقد وقعنا في الفخ. يا واد يا جامع, السي في بتاع الوزير مبررات تعيينه مكتوب فيها انه اشتغل في اثيوبيا, كان تبع الامم المتحده. ايوه حاجه مش وحشه يعني, كون ان في مصريين بيشتغلوا في اثيوبيا, وكون ان احنا عندنا حتى تعاون مع اثيوبيا طبعاً. واحنا كمان واحنا من كده احنا ابعاد المشكله وصلت فين وبدات منين وايه الحاجات الامكانيات اللي عارف عليك اللي يتمنى لك الغلط. هو ده بيدور على حاجه ملهاش معنى, ما هوش فاهم. ده جهل, رغم ان طول الوقت اللي هو بيتكلم على انه منظر كبير, جهل محض. شيء غريب. سليم عزوز مصر مش ضد, مش ضد السلوك في اثيوبيا. مصر دعمت وعرضت اصلا يعني من ضمن الوثائق الرسميه, مصر عرضت رسميا تمويل السد. بغض النظر بقى اسمه سد النهضه ولا سد الالفيه ولا مش عارف اصلاحات. حتى مصر قالت هنصلح التعديلات احنا هنعملها على حسابنا. اقول لك حاجه, مصر عرضت انها تشتري كل الكهرباء. في يعني في كتير. فهي فكره ان التعاون, احنا مش اثيوبيا مش دوله عدوه يعني. anyway ده من التصريحات اللي وقفت عندها الاخوان وعملوا عليها زيطه كبيره جدا, وشفنا اصل الكلام والزيطه بتاعته. نيجي بقى للحدث الرئيسي النهارده. إيه؟ وهو حدث الاهم حدث واهم حدث في العام. يعني واهم حدث في الشهر. أوه. طبعا طب انا قبل برضو ما ادخل في ده, دي كانت تصريحات للرئيس السيسي كان ليها علاقه بسد النهضه, وبيطالب المجتمع الدولي بدور جاد في ملف سد النهضه. ده اثناء لقائه مع رئيس وزراء اليونان. اليونان سياده الرئيس اليونان. وده كان برضو ترند في سد النهضه. طب نرجع للحدث اللي كنا بنتكلم عليه, وكريمه يعني حسيت اهتمت وهتلفت لي بقى وكده. اهم حدث ايه؟ الحدث اللي هو بيرد. خلاص يا خالد والله شوقتني اقول بقى عيد الاب تاني. هو ده الحدث الرئيسي النهارده, وده اهم حدث الناس اهتمت بيه. ولكن طبعا في بعض السيدات ما عجبهمش الموضوع, وطلب مني ان انا اعمل مقارنه ما بين عيد الاب وعيد الام. طبعا يعني مقارنه احنا اللي ظالمين الارض دول. انتوا لسه بتبتدوا. احنا اللي لامسين الخط وجايبيننا على الرصيف. يعني حضرتك لما تيجي تعمل مقارنه ما بين عيد الاب وعيد الام, ده النتيجه اللي هتطلع لك. هو بص شفت بدا يطلع شويه وهناك اهو. يعني شويه فيه هبابه. هبابه كده طلعت شويه. لا على فكره والله يعني الهرم ده جاي في نفوخي. يا جماعه عيد الاب لسه جديده على المجتمعات العربيه. في برضو كلام كان هو عيد الاب ولا عيد الام. اوكي سوري, عيد الاب ولا يوم الاب. فاذرز داي هو ده المصطلح بتاعه. هو عيد امريكي بالاساس. يعني عيد. لا بس احنا في مصر ما بنقولش يوم الام. بنترجمه بنقول عيد الام. لما جه على حظنا قال لك لا يوم الاب مش عيد الاب. يا سيدي ليه يا سيدي؟ انا راضي بس يقولوا فيه كل سنه وانت طيب تجيبوا الهديه ويسموه زي ما يسموه. تعال نشوف الدول. انا برضو من ضمن ملاحظه ودي بتهيألي هتعجب كريمه قوي, ايه الدول اللي اهتمت بعيد الاب في المنطقه العربيه او باللغه العربيه بشكل عام؟ دي اكتر الدول. السعوديه اول دوله. ايه التغير ده؟ السعوديه اول دوله اهتمت بحثا عن عيد الاب, وعمان ولبنان والبحرين والامارات ثم الكويت والعراق والاردن ثم في النهايه مصر وقطر. شايف احنا حطينا فين؟ وبالكوا نسبه وتناسب. يعني المصريين 60 مليون على الانترنت. السعوديه اعتقد في حدود الحاجه و20 28. يعني التسعه بتاعتنا ممكن تكون واحد عندهم الاولى يعني. كنسبه وتناسب بس هي كنسبه عدد السكان. تمام. يعني ممكن تلاقي مثلا السعوديه مثلا 30% من السكان عملوا سيرش على عيد الاب. مصر
3%، بس ال 3% و 10% دول عدد كبير. تمام. على مستوى المحافظات تتوقعوا ايه؟ القاهرة، اسكندرية، ده أهلية، بورسعيد، الأقصر. أنا مش توقع ده بالظبط، دي أكتر محافظات اهتمت بعيد الأب. تعالوا نشوفوا بقى على الإنترنت مين اهتم بعيد الأب وغرد أو عمل بوست عليه. عندنا أول حاجة الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم، وطبعا لأنه وفاة الفنان الكبير العظيم الرائع سمير غانم كانت لسه من شهر، فطبعا للبوست ده كان او المنشور ده كان صدى كبير جدا. ده اعلى حاجه اتنشرت يا دنيا، دي اعلى حاجه المصريين اهتموا بيها على الانترنت اللي ليها علاقه بيوم الاب. انت عارف اكتر كلمه لفتت نظري في التغريده دي؟ كلمه ويسعدك يا بابي، يعني هو يسعدك. عايز موجود، فكره انه موجود حماك، وان فكره انك فوق ان شاء الله تكون في سعاده راضي في الجنه. واول الكلمات اللي استخدمتها حب وضحك ودلع وسعاده. ودي مفردات حلوه قوي، ان الواحد فعلا، انا اتمنى اولادي يبقوا فاكريني بكده. فاكريني بان العامل ممكن انا بزعق وبشخط وبحاول الصراحه يعني اعتذر لاولادي على ده، واحاول ابقى اهدى بكتير. لسه جايبين اتنين شورتين شورتين عشان يوصلوا بقى وطلعوا كده يعني. فطيب من دنيا سمير غانم عندنا تعليق برضو عشان نبقى واضحين ونبقى شفافين، واحنا عشان الموضوعيه بقى كريمه. احنا ليه عندنا موضوعيه كأبهات؟ ان احنا هنعرض وجهه نظر بتنتقد عيد الاب. ماشي، لا انا مش موافق على انتقاد عيد الاب. لا احنا موضوعيين بقى. قول يا باشا. احنا طيب عندنا زميلتنا ايه حسني كتبت بوست بتتكلم فيه على اب مين يا جماعه اللي بتعملوا له عيد ده، لا غير بامبرز ولا نظف تسريب. يعني ان البامبرز بيسرب. يا سخرب بتاع الاجوان. طيب ولا شال شنطه مش عارف ايه ولا عمل و و طبعا في ناس كتير جدا زعلوا من البوست بتاعها. يا عم هو الحمار اللي دفع الحاجات دي كلها. هو اللي بيشيل. ايوه يا حمار بس. ولو لم يديله في سلسار بتاعت وحيد سيف لما قعد يقول له مش وحيد سيف، النكته بتاعت الفنان الجميل منتصر بالله. لما قال لك اللي بيجيب الحمار اللي بيجيب مش عارف ايه من لحم الغزال وبيجيب الشنطه من جلد التبوا والحمار اللي بيدفع ده كله. فانا يعني ما غيرتش بامبرز عشان يبان احنا موضوعيين بنعرض وجهه النظر. وانا ما سهرتش طول الليل، بس ما نمتش طول الليل لان الواد كان في اوضته. والله وساعات كنا بناخد شيفتات. والله حضرتك كنا بناخد شيفتات. لا وكنت بعمل كمادات وكانت بتقع مراتي وتنام شويه وانا اعمل شويه. طبعا افترضت تتكاملوا مع بعض. لا النظره قصر. عندنا برضو مثال جيد موضوعي ومهني. عندنا مفاجأة بوست خدناه من زميلة وبتتكلم عن والدها كريمة عوض. ها؟ ايه ده؟ كريمة عوض. ايه المفاجأة دي؟ انا خدت على مسؤولية رئيس التحرير البوست ده كريم، وهو انا لقيته عاملاه على المستوى الفرنس. هسيب لخيري طلعة دي. أمات أبوك ضلال، أمات أبوك ضلال، أنا لا يموت أبي، ففي البيت منه روائح رب وذكرى نبي، اللهم ارحمه بقدر ما كان ما علمه لي، بقدر كل ما علمه لي، اللهم ارحم واغفر لمن فارقنا منهم، وبارك لنا في من بقي لنا منهم، وبالوالدين احسانا كريم عوض. يا سلام، ربنا يرحمه. الله يرحمه. كلمات جميله اللي فارقنا. اللهم امين. طيب. يا رب العالمين. هناخد مجموعة من المنشورات اللي اتكلمت على عيد الأب برضو، عشان برضو ده ما قلت لكم ده الحدث الرئيسي وده إجباري علينا النهاردة. ماشي. الزميلة يسر فلوكس حطت صورة للفنان الجميل الكوميديان الرائع العظيم فاروق فلوكس. أيوة. وكاتب حب طيب. عمري. واحنا بنقول له كل سنه وانت طيب يا استاذ فاروق، كان نفسنا تبقى معانا في مكالمه طيب، بس طبعا اكيد يسر دلوقتي بتعزمك على العشاء وانت اللي هتدفع كعادتها طبعا. طيب عندنا كمان مجموعه من الحاجات الكوميكس كمان برضو ما سابوناش، قعدوا يتريقوا علينا. يعني مثلا عندنا عمر طاهر عمل بوست النهارده على برضو عيد الاب، واحمد امين عمل بوست من تاليفه، يا ريت نشوفهم برضو عشان نعرف ان احنا ايه عندنا القدره ان احنا نسخر من نفسنا. مفيش حاجه. عمر طاهر بيقول لك يعني مفيش حتى ولا كشك سجاير ولا ولاعات يعمل عروض عيد الاب، وفعلا انا حاولت اتصل مفيش ولا عرض على كل منصات التسويق. يعني ده بيبقى عيد، يعني اقول لك ايه بس. احمد امين برضو كان بيتكلم على كل يوم ابهات واحنا طيبين. لا بس اقول لك ايه، فجاه وانت بتسكرول كده بين الاخبار تلاقي في بوست غلبان مبكسل كده حد كاتبه النهارده، ده بقى ايه بقى؟ يوم الاب يا جماعه بصوت رفيع كده.
وده حتى ما اسمهوش عيد الاب، اسمه يوم الاب المقرر اللي كنا بنعمل عليها. شيل عيدك على جنب يا حبيبي. اه يا بيه، شيل عيدك في جيبك يا بيه. اه يا بيه، احنا ما بنسحتش، مش عايزين منك حاجه، مفيش عرض ولا حتى المناديل. تعال، ده كان في عيد الاب، عيد الام زمان كده يجيبوا شويه بيرفورمنس كده وشويه ورد بلاستيك قديم، بس على الاقل انا لو العيال جابوا لي طقم كوبايات زي ما كنا بنجيب زمان كنت ابقى مبسوط. انا مش عايز اقول لك ان هتروح البيت هتلاقي اول حاجه هتروح هتلاقي قلبك ابيض، هتروح هتلاقي هتلاقيهم نايمين، ده عيال جحده. طيب ربنا يخليهم لك. بس هقول حاجه صغيره قبل ده، يعني بما ان احنا للمره الثانيه بنتكلم عن عيد الاب النهارده، كان ابويا الله يرحمه ويحسن اليه كان دايما يقول ابويا لو عايش، وهقول الجمله اللي كان بيقولها، يعني عظم في قفه هشيله على كتفي وامشي بيه طول العمر وما فرقوش ابدا. فتمتعوا بابهاتكم وهم موجودين، وما تنسوش دعوات للي فارقنا. ربنا يبارك لي في والدي ويا رب يمتعك بيه ويرحم والدي. من وقت للتاني عدي كده بوس ايده وخد دعوتين يا رب. يا مليون سلام عليك، مليون سلام عليك. طيب عندنا طبعا في هاشتاج اسمه الاغتصاب الوظيفي. انتوا عارفين من يومين ثلاثه بقى في هاشتاج اسمه الاغتصاب الزوجي. عملوا كوميكس على الاغتصاب الوظيفي. ايه قصه الاغتصاب الوظيفي؟ مجموعه من الناس اللي بتشتغل وبتتوظف وهي عندها مشاكل مع وظائفها او مع رب عملها او مع شركتها، فعملت اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. سيبك من الفلوس، حطها على جنب. محتاج ايه عشان تحسن من ادائك في الشغل؟ محتاج الفلوس اللي حضرتك لسه حاططها على جنب. طيب ده مني ليك يا استاذ. طيب بكرة تتأكد ان شغلك معانا في الشركة هينقلك في حتة تانية خالص ما كنتش تتخيلها. طيب بس في كوميكس كتير يعني انتوا، وفي الاغتصاب على فكرة دراسي كمان، يعني هو بأمانة في سلسلة المغتصبون على الحاجات. طيب نجري بسرعة. أمال ماهر. أمال ماهر تقريبا شبه تراجعت عن قرار اعتزال. طبعا انتو زي فاكرين ما تنبأ طارق الشناوي معانا هنا النقد الكبير، ممكن نفتكر؟ يا ريت. طيب فكرونا يا جماعة، الأستاذ طارق قال إيه؟ أمال ماهر، أنت قلت إن مفيش حاجة اسمها مش هتعتزل ولا حاجة، الموضوع مناورة مش أكتر. وإنها ترجع مرة تانية. مؤكد، أنا بأكد ده كمان من خلال برنامجكم، إنه خلال أيام ربما تطول، لأسابيع ده بالكتير قوي، لكن أنا بحسبها بالأيام، لأنه ده مش أول مرة فنان كبير وناجح يعتزل على الهوى. يعني كتير شفنا أسماء كبيرة من أول أم كلثوم، هاني شاكر وغيرهم قدموا اعتزال نهائي وقالوا كده بنعتزل وبتاع، وبعد كده بيجي يرجع تاني للساحة الفنية. قد تكون بتتعرض لضغوط، ما عندناش طبعا يقين نقدر نقول من يعني من هو الضاغط وما هي هذه الضغوط مباشرة. ده كان جزء بنفكركم بيه. أمال ماهر بقى قالت ايه؟ أمال ماهر قالت انها كان عندها ظرف ليه علاقة بوفاة عمتها، وده ضغط عليها، زائد انها انفصلت عن خطيبها، فده ادى انها تاخد قرار، وبتقول بتوعد الناس انها ترجع لهم قريب وبتشكرهم على كده. فتقريبا يعني هو شبه تراجع. انا كان عندي ظرف وضغط عصبي وهرجع لكم تاني. وده اللي طيب بالظبط. عندنا برضو هاشتاج كان عالي جدا ليه علاقة بوفاة سعاد حسني. بدأ خفيف، هي ذكرى وفاتها الكام؟ ذكرى وفاتها ال20. يا سلام، العمر بيكرم. وتوافق ذكرى ميلاد الفنان العظيم عبد الحليم حافظ في نفس اليوم. تقريبا كل المواقع اهتمت بيها، وكل الناس على تويتر تحديدا اهتموا بيها وبيهتموا باحياء ذكرى وفاه سعاد حسني. وطبعا طبعا طبعا جه الكلام على قصه الحب اللي ما بينه وبين عبد الحليم، وهل كان في زواج ولا لا، وده الحدث لسه يعني ده ممكن نحل يعني معضله مثلث برمودا، ومش هنعرف هل هو كان في زواج ولا لا، بس على الاقل احنا عندنا يقين ان كان في حب. طيب عماد متعب. ماله عماد متعب؟ ألف سلام عليه الأول، الله يسلمه. ثانيا في هاشتاج عليه اسمه عماد متعب يا غالي، ومتعب رمز أهلاوي، ده رقم واحد على تويتر في طوال ساعات النهار. القصة في مارس اللي فات، نرجع بقى بالبكرة كده ورا. مارس اللي فات عماد كان تعبان وقال إنه تعبان. في مايو عمل منشور واعتذر فيه عن وجوده في استوديو تحليلي كان ليه علاقه بمباراه الاهلي والزمالك، وقال لك هعمل عمليه. بعديها بصينا لقينا ان هو لما رجع قال تصريح ليه علاقه ان هو تعبان، مش عايز يقول هو تعبان بايه، ما قالش تفاصيل خالص، وقال لما الامور تتيسر في وخلال يبقى بعد كورونا في سفر هسافر. ايه اللي حصل؟ من يومين بالظبط نشر ان هو مسافر اوروبا،
ومفيش تفاصيل ايه المرض، في كلام كتير مش عايز اقوله. زملائك اتكلموا عنه كتير وتمنوا له الشفاء وعملوا مثلا الشاطر قال يعني هو اطمنوا وادعوا له، لكن مفيش تفاصيل. بس طبعا كل الاهلاويه وكمان الزملكاويه. لا احمد شخصيه محبوبه طب من الجميع يعني، ربنا يشفيه ربنا يرجعه سالم، ربنا يرفع عنه يا رب. وكل سنه وانت طيب يا بابا، وانت طيب وعيد سعيد، عيد الاضحى ويوم سعيد. يعني دي انا لا ترجع له ما دراش، لا دي رشوه عشان تخليها. لا 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 ده انا برجعها لك تاني، انا في اي حاجه اصل خير اداني في عيد ميلادي بونبونيه فعلى لا لا هسيبهم الاثنين يتفاوضوا في المصاصه وهنطلع فاصل. بعد الفاصل هنرجع مره اخرى اولادنا شايفيننا ازاي. معانا ضيفين صغيرين، انتوا شفتوا رضوى صغيرين في السن ولكن انا بحترمهم، هم دماغ مختلفه. رضوى شخصيه جاذبه جدا للتفكير والنقاش. ومعانا اسماعيل الابياري، رضوى محمود في تانية ثانوي. اسماعيل الابياري ده اصغر بوك تيوبر، عنده 15 سنه، وهيكون معانا كمان منى الشايب صاحبه مبادره الدنيا بعيوننا على الهاتف. احنا هنسمع منهم، احنا مش جايين نسالكم. انا بابا وانت ماما وهم اولادنا هنتناقش هم شايفيننا ازاي، عايزين نعرف احنا بنعمل ايه غلط مضايقينهم، ليه مش عارفين نتواصل، ليه الواد علشان اخده في حضني فيه مشكله، ليه ما بيقوليش بحبك يا بابا، ليه بيزعل لما اقول له ما تقعدش على قهوه وانت صغير كده، ليه اقول له ما تصاحبش حد بيدخن، ليه بيزعل مني ويدور ظهره ويمشي وممكن عينيه تدمع قدامه ويكسر قلبي. كل ده بعد الفصل ان شاء الله. اهلا بيكم من جديد. كل حد فينا غالبا بيفكر دايما ويشغل باله الطرف اللي قدامه شايفه ازاي، بعيوبه بمميزاته، قادر يتفاهم معاه ازاي، ايه الحاجات المآخذ اللي عليه. لكن هل يا ترى بنهتم نعمل ده مع اولادنا؟ هم شايفيننا ازاي؟ ولما نوصل لهم احنا كمان بنشوف افكارهم ازاي، بنوصلها من باب الانتقاد ولا من باب مشاركه الراي؟ احنا هنا في حديث القاهره، وبعد ما جربنا ان احنا نتحاور في موضوع البي تي اس على الفرق اللي كسرت الدنيا والموسيقى الكوريه والبوب، فكرنا ان النماذج اللي شفناها والصوره الحلوه اللي كانت معانا للبنات اللي بتفكر والولاد اللي بتفكر لازم نعرضها هنا. خيري رمضان طلع من الحلقه وقال لا ده لازم تكون فقره ثابته معانا نتكلم فيها ونتناقش ايه اللي في دماغ ولادنا. وطبعا اخذنا التصويت، تعليقات من الاستاذ محمد هاني وتعليقات من الدكتور محمد فتحي واستاذ شعبان وديانا وكل الفريق واحد واحد عشان ما انساش الاسماء، الى ان استقر المطاف بعد الحوار ان يبقى معانا فقره بتقربنا من بعض احنا وانتم. انا عندي ولد عنده 18 سنه في اولى جامعه، وخيري انا عندي اولاد كبار وعندي ولد صغير عنده 13 سنه وليد، وعندي اولاد كبار، عندي ثلاثه بنوته وولدين ربنا يحميهم. اللي كبروا كبروا انا بلحق وليد ربنا يخلينا بحبه. احنا معانا النهارده كانت رضوى محمود، كانت نموذج مشرف جدا لطريقه الحوار لمنهج التفكير، فحسينا ان احنا مقصرين يعني عايزين نفهم اكتر مش نسال اكتر. احنا النهارده مش مذيعين، انا بابا وهي ماما، ومعانا كمان اسماعيل الابياري. اسماعيل الابياري واصغر بوب تيوبر، شخصيه واضح على شخصيته جدا انه دماغ يعني، ففرصة ان انا ابتدي، وهبتدي من عندك يا اسماعيل. انا بابا انا امثل الاباء، انت شايف الاباء ازاي بالنسبة لجيلك؟ احنا ايه الاباء؟ والله انا شايف الاباء، في بعض الاباء بيسيبوا الحرية زايدة لولادهم، وده ما بشوفش ان بيجيب نوع من المحبة، ده بيبعد الابن عن ابنه، الابن عن باباه. وفي نوع تاني بشوف ان هو ايه دايما مشترك في حياه الابن، وده برضو بيبقى مشكله للجيل، بتحس ان بابا مشترك في حياتي قوي وداخل في كل تفاصيلها. فعاده لما تلاقي الوسط كده، العلاقه الوسط دي بتبقى صعبه شويه مع طب عامل ايه يعني، قول لي اعمل ايه عشان ما بقاش لا كده ولا كده، اروح فين يعني؟ حاجه في النص يعني، لا التقصير التام اللي هو ايه عيش حياتك وما توجعش الناس. هي انت بتشوفني لما بديك الحريه بقول لك انا واثق فيك واعمل اللي انت شايفه، وانا متاكد ان اختيارك هيكون صح، وابقى متابعك من بعيد. حريه بس معاها متابعه، بالظبط كده. لكن في اباء حضرتك بيسيبوا الحريه وكمان من غير متابعه، فانت تلاقيه اصلا مش عارف ابنه ده بيعمل ايه. مشكلتك مع باباك؟ يعني ايه اكتر حاجه بتوقفك او دماغك بيشتغل وبتنتقده فيها جوه نفسك؟
المشكلة ان احنا مش بنتقبل عيوب بعض قوي، وان احنا دايما مناوشاتنا يعني ايه سخينة كده، اللي هو ايه دايما اجريسيف كده. انت كمان اصل بتقول مش بنتقبل، يعني انت كمان مش بتتقبل؟ اه لما بيحصل حوار فيه اختلاف اراء بنبقى اجريسيف، لكن طول ما احنا ايه حوار كده لذيذ وبشكل محترم وبتاع تمام الدنيا تمام. لكن لما بقى ايه الدنيا تبتدي تشتد وبتاع، انا شخص عصبي وعندي صراحة، فالوضع الاوضاع بقى بتبتدي تسخن وبتاع، فما بعرفش اعمل ايه. مبدئيا كده ايه بعند جدا، ما حدش وقتها يجي يعني بتنسحب ولا بتقول له حاضر يا بابا وانت مش مقتنع، بتعمل اللي في دماغك ولا بيجبرك؟ بعمل اللي في دماغي بالظبط. هي دي اصلا يعني انا عندي نفس النموذج. قبل ما اروح لرضوى اسالك سؤال تاني، بابا بقى في الحاله دي انت بتصنفه من اي نوع؟ اللي كابس على نفسك ومدخل في كل حاجه، ولا اكيد مش اللي مديك حريه مطلقه، ولا الوسط؟ والله خلينا نتكلم السنه دي بعد اولى ثانوي بقت ايه حريه شويه مع متابعه. يعني زمان وانا اصغر شويه كان ايه متابعه تامه وبيسال رحت فين وعملت ايه قابلت مين وكده، لكن دلوقتي الموضوع اتغير، ما بقاش يسال بس يعرف بس تفاصيل صغيره، رايح فين رايح مع مين، ومن غير بقى كل شويه ايه مكالمه، ولما ارجع بقى يقول لي عملت ايه ورحت ايه وعملت ايه وكده. خلاص بقى الواحد بقى 15 سنه. طب ليه ما بتشوفش ان انا لما بسالك الاسئله دي ببقى قلقان عليك عايز اطمن؟ بس انا اب طول ما انت بره انا قلبي بياكلني. الجيل الحالي مشكلته ان خلقه ضيق بسبب التليفونات والسرعه، بقى خلقه ضيق، فانت لما يقعد بقى ايه يقعد تسال هو بيتخنق خلاص، اللي هو ابعد عني دلوقتي، انا خرجت واتبسطت مش عايز احكي تفاصيل. واصلا الجيل دلوقتي برضو مش جيل مشارك، اللي هو انا رحت وعملت وسويت وبتاع، الجيل مش مشارك اصلا للحاجات اللي بيعملها، فبيلاقي نفسه الاسئله دي خنيقه، رغم ان هي اسئله فعلا هو بيطمن عليك، هو عايز يعرف انت عملت ايه مثلا، ايه هيقلدك يعني، او حابب يشاركك يشوف انت استمتعت بايه. عارف انا هرجع لك لان الحاجات دي مهمه جدا اسماعيل، بس هروح لرضوى لان وضع البنات بيبقى غير وضع الولاد. انا عايز اقول لك على حاجه، بس كانت امنيه من امنيات حياتي ان ربنا يرزقني ببنت، بس الحمد لله ربنا ادالي ولد يعني. بس انا بعشق البنات، بحبهم، هم فرحه البيت كده يعني. بس الموضوع ده بيقولوا لي ان هما بيعمل خوف. انت بتعيش الموضوع ازاي علاقتك بماما وبابا يعني؟ هو قبل ما نبدا الكلام، النهارده عيد الاب، كل سنه استاذ خيري. وانت طيب. طيبه يا حبيبتي يا روح قلبي. تاني حاجه بقى، وبابا كمان، بابا محمود الله يخليك. قلت له والله قلت له. جبتلوش هديه واحنا مروحين؟ حاضر. المحلات هتكون قافله يا رضوى، وبتضحكي علينا انت في الموضوع بتاع اللي بكره مشكله. اديله بوسه مؤقته هو يعني. هو بالنسبه للبنات بقى مختلف تماما عن كل اللي هو قاله يعني. مبدئيا هنتكلم الاب الاول، الاب سند، الاب مصدر امان يعني. الاب هو بالنسبه للبنت كل حاجه في حياتها، من اول ما بتتولد لحد ما بتكبر بتبقى عايز تشاركه كل حاجه وتحكي له كل حاجه، وهو يوديها ويجيبها ويخاف عليها وكل الكلام ده. حتى لو حصل مناوشات او خناقات او اختلافات، انت قافش عليها زياده او انت سايبني زياده، هي في قراره نفسها عارفه ان هو بيحبها، وده يعني عمره ما بيضايقنا خالص. ده من ناحيه يعني الاب. الام يعني بقى يعني لا، طب قبل الام، انا كاب بخاف عليك ومش عايزك تتاخري بره مع صاحباتك. ما طبيعي لازم ترجعي البيت بدري. ما طبيعي. ده ما بيضايقكيش لما اقول لك لا مفيش تاخير عن الساعه 8 بالليل ولازم ترجعي تقولي لي صاحباتي كلهم قاعدين يا بابا واحنا كلنا متجمعين عند واحده صاحبتنا او في كافيه؟ عايزه اقول لك على حاجه. يعني موقف يعني حصل قدامي، ان هو كان بنفس الطريقه ده، وهي كانت واحده صاحبتنا قالت لنا لا انا بابا بيسيبني عادي مش عارف ايه، واحده قالت لها انت ابوكي ما بيخافش عليكي. فهو لا خالص يعني. انا بقول ممكن الموضوع يبقى طالما ما يعني حتى لو حصل خلافات ونص ساعه كمان ومش عارف ايه وكده كل الكلام ده، يعني برضو في الاول وفي الاخر في قرارات نفسنا بنبقى عارفين. طالما في احتواء وفي تفاهم وفي اب سند يعني، انا مصدر أب للامن. اللي بيتفرج علينا دلوقتي كل اب، انت عايزه مني ايه؟ اهتمام، بتعملي ايه؟ طب انت بتحبي ايه؟ لان برضو معروف الاب والابن الكوميك المشهور، انا بابا عارف ان انا بحب حاجه تاني يوم جاب لي منها الشركه كلها. دي بالظبط حرفيا يعني. الاهتمام، واهم حاجه هي الامان. بجد الاب هو مصدر الامان
يعني بمعنى ان لو حصلت اي ازمه عارفه انه هيكون وراكي وظهرك وكده. سندي وظهري، لو حصل خناقه، لو حصل اي حاجه، لو وقعت في مشكله، انا عارفه ان في حد ومش هيسيبني. طب رضوى عظيم كلامك عن الاب، بس انا كان نفسي في بنتي، كان علاقتي بيها هتبقى شكلها ايه؟ ما تحكي لي عن الام مثلا. يعني الام صاحبتي، الام صاحبه عيالها بجد، وده بس خدي بالك انا مش عايزك تقولي لي النموذجي او المثالي. لا لا مش، انا عايزه اتكلم على بتيجي منين المشكله. الام والبنت في وقت من الاوقات بتحصل مشكله، مش عارف بتبقى مشكله غيره احيانا. لا، المشاكل اللي بتحصل مع الام في العاده، يعني انا عملت استبيان صغنن كده على الستيت عندي على الواتس، وقلت ايه اكتر المشاكل اللي يعني بتبقى ما بينكم وما بين اهلكم، كلهم بدون استثناء كانت عدم التفاهم، مفيش تفاهم، مفيش حد بيسمع. كنت في الفتره الاولانيه المره اللي فاتت لما حكيت لنا قلت لنا كنت بتمري بظروف صعبه جدا واحباطات وحاجات كده، فاكيد معنى كده ان في فتره ما كانوش موجودين فيها اكيد. هو لا كانوش موجودين فيها ده. وعلى فكره ما حدش فيهم هيزعل لان الموضوع اختلف. يعني احنا عايزين، انا كنت منعزله برضه بسبب المشاكل دي، بس احنا هنتكلم لتسي حد ما عندوش مشاكل. لا انا بتكلم عليك انت دلوقتي. اوكي، في الفترة اللي انعزلتي فيها انعزلتي ليه؟ كان ايه اللي اتقطع كصلة بينك وبينهم وبعد كده رجعتوا انتوا الاثنين صلحتوا، وصلحتوا ازاي؟ التواصل، مفيش تواصل، مفيش تفاهم، هي اوامر اوامر، مفيش يعني ما بنفهمش طريقة الكلام او يعني النصيحة على انها نصيحة، تاخديها على انها امر. امر وساعات برضه هو بيبقى الغلطة من الاسلوب الاب والام. بمعنى يعني ان هم عنيفين وشديدين. اعملي سوي ليه بدل اعملي سوي ليه ما تبقاش ايه رايك تعملي، تختلف تماما خالص يعني. برضو زي ما قلت. طب هم غيروها ازاي من اعملي وسوي لايه رايك تعملي، ولا انت اللي طلبتي، ولا انتوا عملتوا ايه يعني عشان تغيروا؟ هو اللي حصل كانت خناقات. أيوة. وكده، وبعدين بدات بقى انا انفتح وان يعني احكي لهم اللي مضايقني وكل اللي مضايقني. يعني كانت المبادره منك؟ لان هم شايفين في حاجه غلط. ايوه، ففي ايه في ايه في ايه، خلاص يعني انا هبدا احكي، هبدا اتكلم. النقطه بقى هنا ان لما احنا بنيجي نحكي ما بيبقاش في تفاهم. ازاي يعني؟ مثلا انا عندي مشكله، مثلا ماما بتزعق على طول مثلا، يعني مثلا مش ماما. ايوه مثلا، حتى لو بتزعق على طول. كل الامهات بتزعق على طول على فكره يعني. لا مثلا انا بقول مثلا يعني، فانا رحت قلت لها ماما بتزعق على طول ليه؟ انت ما مش مقدراني مش عارف ايه وكده، بيحصل سوء تفاهم كبير، اللي هو انت بتقطعي خلاص. انا كل ما اقول لها على حاجه مضايقاني هي بتشوفها حاجه تافهه وان انا ما استحقش اكلمها فيها، فخلاص بنعزل ونقفل الموضوع على كده لو سمحتي. بتعملي ايه بقى يعني؟ بتنعزلي، بتدخلي تتكلمي مع مين، ولا بتكتئبي، ولا بتشوفي ماما ساعتها ايه؟ مش قادره تفهمني ايه العقليه دي. هو يعني بتختلف من شخص للتاني طبعا على حسب شخصيتك يعني ودماغك، بس هي يعني مش فهماني طول الوقت، مش قادره تتقبلني زي ما انا دي برضه. بمعنى عايزاكي شبه حد يعني، دايما تقارنك بالاخرين. اكيد ده بيحصل. في ايه بقى بالظبط يعني تقول لك مثلا انت اقرب حاجه الدرجات، شوفي بنت خالتك عامله ازاي، شوفي بنت عمتك جابت ايه، شوفي بنت مش عارف مين لابسه ازاي. ساعتها انت بيحصل لك نوع من الاحباط؟ ما طبعا، لان المفروض الكل يعني لو دي نصيحه او ان هي تثير عندي ان انا احسن من نفسي. لا هو انا عايزاها تقولها لك ازاي، هو ولا ما تقولهاش خالص؟ ان انا عايزه لو هي عايزاني احسن من نفسي في حاجه يبقى مثلا تقول لي، تعرض عليا المشكله الاول، اللي هو رضوى درجاتك مثلا في حاجه غلط فيها، ممكن ما يبقاش تاثير مني، يمكن يبقى عندي مشاكل في الماده دي، نبدا نلاقي حل. لكن هي لما تقول لي في الماده دي درجات وحشه ومش عارف ايه وكده، شوفي بنت خالتك مش عارفه بتعمل ايه، ما خلاص انا هقول لها ايوه انا درجاتي كده. طول الليل على التليفون ده شيء طبيعي بالزبط. لو كنت ذاكرت وسمعت الكلام. طيب خلونا نشوف من جيلكو زميله صحفيه عزيزه الاستاذه منى الشايب واعلاميه، عملت مبادره اسمها الدنيا بعيوننا او بعيونهم، مش المعنى في النهايه بعيون جيلكو، ده عملت رصد. مساء الخير يا استاذه منى. مساء الخير يا استاذ خيري. مساء الخير يا استاذه كريمه. يا اهلا، منورانا جدا بصراحه. الفكره عظيمه جدا المبادره اللي انت عملتيها، وما كانتش فتره قليله، واكيد شفتي بيها حاجات كتير بعيونهم صح؟
جدا جدا الحقيقه. هي الحقيقه المبادره اللي تحمس لها معهد جوته، مكتبه معهد جوته، فكنا بنعمل جلسات شهريه بنختار فيها موضوع كل مره، وبنستضيف ضيف ليه علاقه بالموضوع ويدور نقاش وحوار ما بين شباب في السن اللي حضراتكم مستضيفينه ده، اللي هو 13 14 لغايه 18 قبل الجامعه، مرحله قبل الجامعه. ايوه. عايزه اقول لك انه يعني كان في نتائج مبهره الحقيقه، لانه الولاد نفسهم والبنات كانوا بيبهروا الضيوف قبل ما بيبهروني كمان. وكان في ناس على مستوى عالي جدا من الوعي، وما كانوا قلقانين وفاكرين انه الورشه كانت بتبقى ساعتين، بيبقوا حاطين هم ومش حاسين انه ممكن نلاقي كلام. حقيقة احنا كنا بنختم الورشه بالعافيه من كتر ما كان في ناس عايزه تتكلم وتقول رايها، وفي حاله من الانبهار والاعجاب من الضيوف ومن الولاد بالذات. كمان بقى انه كان بينورنا يعني في الجلسات دي ولاد وبنات من المحافظات، فقد ايه كان بيبقى في تنوع في الافكار، لانه كل واحد بيبقى جاي من بيئه اجتماعيه وثقافيه ومجتمع مختلف. طيب كل واحد عنده راي. انا طبعا يعني الفكره ونجاحها كلنا عرفنا عنها وعندها اسباب كتير للنجاح. انا عايزاك انت تقولي عليهم. هل يا ترى عشان انتوا اديتوا فرصه للشباب يتكلموا فعشان كده هم كانوا فرحانين والحوار ما بيخلصش، يعني ما فيش حد بيسمعهم فانتوا اديتوا لهم فرصه يتسمعوا؟ جدا جدا الحقيقه، يعني هم نفسهم كانوا مبسوطين من الفكره انه في مساحه للكلام، وزي ما الشباب اللي معاكم في الاستوديو قالوا ما كانش في خالص جو التعليمات او انه ده الراي الصح، كل واحد يقول رايه والناس بتسمعه. طيب خرجت بايه يا استاذه منى؟ يعني ايه اللي حطيتي ايدك عليه؟ ايه مشكلتهم معانا؟ يعني هي مش مشكله محدده، هي الفكره ان هم فعلا مش مسموعين، يعني في عندهم عايزين حد يسمع كتير. عايزين حد يسمع غير السمع. ما هو في النهايه عايز يسمع اللي هو عايز يسمعه، وانا شايف ان اللي عايز يسمعه لا. مش مناسب لا. او غلط. لا مش عايز يسمع، العايز يسمع. هو ممكن يسمع كويس قوي، بس زي ما البنوتة اللي كانت معاكو الأسلوب بيفرق 180 درجة. يعني لو انت قلت له نفس الحاجة اللي انت عايز يعملها او بشكل اقتراح او بشكل مناقشة او ايه رأيك او فكر فيها مرة تانية وتسمعه قد ما تقوله، هو بيبقى عنده استعداد كبير جدا للسمع. اول ما بتحط فكرة اعمل او فعل الامر ده، خلاص بتتبني الحيطه ما بينكم وبيبطل يسمع. ايه اكتر الحاجات اللي بيرفضوها فينا او بيكرهوها؟ الاوامر. ايوه غير الاوامر، ما مش معقول كل حاجه الاوامر، اكيد في حاجات تانية. عدم احترام الراي، يعني الاحساس بالاستخفاف، يعني ان هو صغير ومش فاهم وما يعرفش، وانا اعرف منك وانا اعرف اكتر منك وانا واخد القرار بدالك وكل الحاجات دي. وانا عارف طبعا اكيد الكبار عندهم خبره ويقدر يعني يقول له على حاجه ممكن هو ما يبقاش شايفها في سنه ده. أيوة. بس معلش في حاجات لازم هو يخوض التجربه بنفسه عشان يتعلم، مش هيقتنع خالص برايك لان انت جاي له من المستقبل، لا هو لازم يخوض التجربه. واكيد طبعا يعني في تجارب ما ينفعش يخوضها، اكيد زي المخدرات مثلا والحاجات دي. أيوة. بس لا، بس في مثلا في العلاقات مثلا يعني لازم يكون تجربة انه يصاحب ناس مختلفين عنه، ويبقى الاب والام عارفين ان الشخص ده مش زيه او مش شبهه. بس معلش خليه يخوض التجربة ويكتشف بنفسه انه البني ادم ده ما ينفعش يبقى صاحبه. لكن لو قلت له من الاول انتوا مش هينفع تبقوا اصحاب وما تعرفش البني ادم ده تاني لاني شايف ان هو مش كويس، مش هيسمعك، بل بالعكس ده هيبقى عنده. احنا يعني انا هرجع لاسماعيل في ده دلوقتي. بشكرك جدا الزميله العزيزه الاستاذه منى الشايب. طيب احنا معانا تليفون وبعدين هرجع لاسماعيل. معانا تليفون. دعاء من المنصوره عندها 17 سنه. ازيك يا دعاء؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ الحمد لله منورانا. ما تقولي بقى يعني انت وبابا وماما متفقين في ايه ومختلفين في ايه؟ ده اللي عايزين نعرفه على فكره. قولي يا دعاء. الموضوع ده طبعا بيفرق جدا، لانه احنا كجيل الصغير اللي عنده اللي في المراهقه وكده بيفرق معانا لغه الامر فعلا زي ما الاستاذه كانت بتقول. احنا اصلا يعني الفتره دي احنا حالتنا اصلا
طب انتوا ما بتشوفوش لما انا كأب او كأم بقولك ما تعمليش ده ان انا خايف عليك وبقولك كده لانه فعلا غلط، ولا انت عايزاني اسيبك تعمليه وبعدين تكتشف ان هو غلط؟ طب ما هو انا مش هحس بمدى خطورة الموقف غير لما اكون فيه، وانت ممكن كأب او كده تساعدني انك تكون متواجد معايا او تساعدني من بعيد، اما انت دايما المرفوض مرغوب. ما انت لما تقولي ما تعمليش الحاجه دي انا هيبقى عندي فضول ايه هي، طب هبقى عايزه ايه اعرفها باي شكل. يعني تقصدي ان احنا نتناقش، لو اقتنعتي بوجهه نظري كان بها، لو ما اقتنعتكيش اديكي الفرصه انك تجربي وانا جنبك بالنصيحه. ايوه المفروض نتناقش في الموضوع. لا ما اسمعك، لا انت تسمعني كده. ايه مشاكلك التانيه مع بابا وماما يا دعاء؟ لا هو ما فيش مشاكل عموما، بس الفكره انه بحب النقاش عموما، يعني احنا انا واصحابي كلهم بيحبوا النقاش في الموضوع، يعني اي حاجه تقول عليها لا هي اه. طيب فكره ان انت بنت والتدخل في تعاملاتك مع اصحابك، لبسك، خروجك، الاماكن اللي بتروحيها، دي حاجات بتعمل بينكم مشاكل؟ ايوه في حاجات بتعمل مشاكل طبعا، بس مش كل الامر، يعني في حاجات بيبقى في مشاكل وحاجات لا، يعني مش على طول. ولا بتحبي فلما تختلفوا في الحاجات دي يتعاملوا معاكي ازاي؟ اخر سؤال. هو اكيد بيبقى في عقاب كخصام كده، بس طبعا ما فيش عنف في الموضوع. بنشكرك جدا يا دعاء. انا عايز ارجع لك تاني يا اسماعيل. انا متضايق من انك مصاحب الولد اللي اسمه حسن ده. الولد ده بيدخن سجاير من ورا اهله. وده ما ينفعش تصاحبه. فانا مش عايز اشوفه معاك تاني، لا تكلمه ولا تخرج معاه. حقي؟ حقك اه، بس حضرتك في سن ما هكون انا شايف ان هو ايه، لا انا صاحبي ده انا بشوفه كل يوم وعارف انه كويس وكده ومش عارف ايه، بس من تجربة الاب مثلا هو عارف انه ممكن الصاحب ده يقودك للسكة دي. طب ما هو ممكن يقودك ويقولك تعالى نشرب سجاير وتبتدي في السكة وما تطلعش منها، هو بيقولك كده خوفا عليك، مش فارقة معاه صاحبك بقى. انت ليه محسست انك اب قاعد مش ابن؟ لا يعني انت بتنتمي للجيل المتمرد اللي رافض طول الوقت، بس لغتك انت اب ناصح دائما كده بتتعامل. انا حضرتك كنت فعلا متمرد في كنت متمرد من كام سنه برضو، كنت متمرد كده والشكل ده، بس بعد كده عقلت شويه. ما اعرفش بقى من ايه بالظبط، يعني ما تعرفش ايه اللي خلاك تعقل؟ ما اعرفش بقى. عايز من الكتب صحيح. عشان انت بتقرا كتب وبتعرضها. ممكن الكتب خلتني اهدى شويه، لكن انا فعلا كنت في الشكل ده اللي هو انا فعلا مش فارق معايا حاجه وضربها صرمه ويلا. طب اسماعيل لو بابا قال لك كده المفترض ايه الطريقه الحلوه قوي لو انت في نفس الموقف او اللي انت شايف انها ممكن تخليك تستجيب، المفترض بابا يعملها في ايه؟ معلش في موضوع السجاير مش عايزك تصاحب ده. يعني في ولد انا شايفه مش كويس ومش عايزك تصاحبه. تقطع معاه. هو انت 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 مثلا عندك 12 13 سنه، معلش وجهه نظرك والرؤيه اللي انت شايفها مش هتكون زي باباك اللي عنده 30 40 سنه، فانت تسمع وتتناقش معاه برضو. انت ايه، انت في السن ده احنا ما لناش فكره ان انا هسمع وانفذ، لا انا محتاج اتناقش افهم ليه كده، وانا في السن ده بكون عايز حريه وانا اللي اقرر بنفسي. فعشان كده لازم تتناقش وتقتنع كمان بالكلام، ولو بقى ما اقتنعتش وقعدت في الفكره دي المفروض بقى يتاخد اكشن قوي شويه. اسيبك تجرب زي ما المكالمه بتاعه الدعاء قالت وانا ابقى جنبك بالنصح، ولا يعني ما فيش؟ يعني الاجابه دي من حبيبه عشان الوقت. معانا حبيبه من القاهره عندها 16 سنه. اهلا يا حبيبه. الو ازيك؟ ازيك انت؟ ازيك يا حبيبه؟ تمام الحمد لله. قولي لي يا حبيبه، بتقبلي كلام بابا وماما؟ ايه مشكلتكم معانا مع الجيل بتاعنا كابهات وامهات؟ ايه اللي مضايقكم مننا؟ عايز اعرف السبب عامه، يعني مثلا ما صاحبش دي ليه؟ ما ربيش كلب ليه مثلا؟ ما فيش حاجه اسمها لا مش هينفع اقول لك لا. برضه احنا جيل متفتح وعارفين وبنسمع وبنقرا كتير، فعارفين حاجات كتير برضه، مش عشان احنا مثلا 16 اقل يبقى احنا مش عارفين كل حاجه. يعني برضه السبب برضه اقتنع اكتر وما عملش حاجه من وراك. زي ايه الموضوعات مثلا اللي انت بتقصدك عليها؟ مثلا ما راحش المكان ده ليه مثلا؟ الكافيه ده ما راحوش ليه؟ ما ربيش مثلا عجب بكام ما ربوش ليه؟ عايزه اخرج ما اخرجش النهارده ليه؟ السبب عامه. وبرده لازم احنا برده نوفر لهم الثقه، يعني انا ابقى اخلي اهلي واثقين فيا وهم برده اثق فيهم. يعني مثلا انا مثلا ماما واثقه فيا خليني اطلع واعمل كل حاجه، لو الثقه دي اتهزت اصلا لا كل ده هيتملى
وانا هتعرف انا عملت ايه غلط عشان كل ده اتمنع. يعني الاول تاخدي الثقه وبعدين تستخدميها ونشوف النتيجه، ولا يعني الاول تاخدي الحدود وبعدين، يعني مين فيهم الاول؟ هي تسيبك براحتك الاول؟ لا، اعرف المبادئ الاول، الحاجات الصح من الغلط، اعرف مبادئنا اخلاقنا كل حاجه، اشوف الحاجات، بسمع مشاكل كتير مثلا ناس، بابا ممكن يصلح حد ولا حاجه، اسمع المشاكل الاول افضل، يعني بتتعلمي منها بالظبط. طيب يعني بشكرك يا حبيبه جدا. اسمعي معانا رضوى، احنا في الختام عايزك تقولي لي انت عملتي استبيان قبل ما تجيلنا مع الاولاد اللي في سنك والبنات اللي في سنك، ممكن تقولي لي اهم المشكلات اللي رصدتيها معانا من الاولاد دول تجاه ابائهم تجاه الجيل الاكبر؟ هو اول حاجه كانت عدم التفاهم، مفيش تواصل، مفيش نقاش. تاني حاجه تفرقه في المعامله بين الاخوات، بتحب اخويا اكتر مني، تحب اختي اكتر مني، حتى لو الحوار ده مش موجود، فكون ان ده وصل لها من الام او الاب ده محتاج ان هو يتعالج. تاني حاجه ان هم عايزين يعيشوا حياتي بدالي، اللي هو الفكره دي قراراتي. الاب والام موجودين عشان يصحونا ويربونا، بس في الاخر احنا برضو اللي هنعيش. ده كلامهم. تاني حاجه الاب المفروض يبقى سند، الام المفروض تبقى صاحبتي وتسمعني وتتناقش معايا. كان في حاجه تانية، احنا دقه قديمه. الدقه القديمه دي بتبقى صفه بتوصف كل ده بقى، يعني توصف عدم التفاهم من الاخر يعني. بس برضه على فكره زي ما كان في ردود سلبيه كان في ردود ايجابيه جدا، اللي هو ما ماما بتسمعني، ماما ايوه بيحصل خناق وبيحصل نقاشات وبيحصل حاجات كتير قوي ما بين اي اب وابن او ام وبنتها، بس في الاخر هي عارفاني وانا عارفاها وانا واثقه فيها وهي واثقه فيا، وانا واثقه في قراراتها ونصايحها وهي واثقه فيا وفي تربيتها ليا. فكل ده كويس. اذا قدروا الاثنين ان هم يوصلوا لمرحله التفاهم اللي حكينا عليها، ما حدش فيهم يخبي حاجه على الثاني ولا حد يكذب حاجه على الثاني. عشان كنت عايزه تختمي معاها. طيب اسماعيل، لو حصل ان انت اخذت تعنيف على حاجه انت كان مفترض انك تعملها وما عملتهاش، يعني مثلا انت تقدر تجيب الدرجه دي في الماده دي، ليه ما ذاكرتش؟ لانك قاعد على اليوتيوب طول النهار عمال تعمل في القصص بتاعتك دي، وانا بصراحه يعني القصص بتاعتك شيء عظيم، لكن يعني هات لي الدرجات الكويسه طالما تقدر تجيبها في قدراتك، وبعدين يبقى اعمل اللي انت عايزه. يعني انا في الموضوع ده انا عاده بهتم بالدراسه اكتر وبشوف اللي هي مصلحه فيه، يعني انا لو الدراسه دلوقتي هي الاهم، لا انا لا يوتيوب ولا قراءه ولا كتابه ولا اي حاجه، الدراسه هي الاهم. وانا صراحه انا اللي بيشدني العامل الاستفزاز، يعني لو حد جه قال لي حد جاب درجه احسن منك، انا استفز جدا، انا عايز اجيب الدرجه احسن منه. بس في احيانا بيحصل دي شخصيتك، لكن مش انا ما انا ما بتضايقش من الكلام ده، انا ماليش دعوه بحد وكل واحد حر، يعني ما تقارنيش بحد. لا انا لو حد انا بحب فعلا عشان اعمل حاجه حلو بحب حد يستفزني عشان اعملها حلو، ما بعملهاش كده. وبرضو انا دلوقتي الواحد بقى يرتب اولوياته، يعني زمان الواحد كان صغير واولوياته بسيطه، لكن كل شويه تكبر 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 واولوياتك تكبر معاك. وانا طبعا دلوقتي عندي كذا حاجه. حسن اسماعيل، القرايه يا جماعه، القرايه اللي غلطنا كلنا وما علمناش اولادنا القرايه، انه يقرا من بدري. اسماعيل شخصيه تانية، بقى اب صغير قدام يعني قلت بدري اسماعيل، وده شيء عظيم. لا بس فكره القرايه منعكسه على طريقه التفكير، على اختياراته، على قراراته، فلابس دور الاب ودور الابن وظابط نفسه ما شاء الله. بحيي والدك ووالدتك ان طلعوك كده زي ما حييت بابا وماما. على رضوى نورتونا، هذه بدايه، هيكون لنا لقاءات اخرى وحوارات اخرى وقضايا مختلفه حول هذا الجيل الذي احنا بنحاول نفهمه عشان احنا بنحبكم، فعايزين نقرب. احنا بنعترف اكيد عندنا مشكله، الفرق السرعات جامد جدا يعني، لكن مع الوقت وبيكم باجيالكم هنحاول نقرب منكم، مش عشان نحميكم، عشان نعرف نحضنكم ونحبكم. نورتونا. احنا اكيد مقدرين ده. شكرا ليكم، نورتونا. وكل التليفونات اللي جات لنا او اللي ما قدرناش حتى ناخدها هنا على الاستوديو عشان الوقت القليل، حوار الاجيال هيكون معاكم هنا في حديث القاهره، لان ده اللي بينتج عنه كتير جدا من قصصنا الاخباريه اللي بتروح في الاتجاه اللي مش عايزينه. احتمال نعرف نغير حاجات كتير سوا لما نفهم بعض اكتر. الحلقه النهارده خلصت خلاص، بكره حلقه اخر اسبوع ليانا وخيري، طبعا انتوا شايفين حجم السعاده اللي عنده يعني. بس ان شاء الله بكره 9 مساء هنتقابل وحديث القاهره. القاهرة مدينة ساحرة، مدينة لا تنام، مدينة بت...
أجيال مشرقة كلما ضاقت بنا واعتقدنا أن احنا قدام عيال مهووسة وشفنا بنتين بيتحبسوا في قضايا رأس ولعب على التيك توك، عندنا ناس بتشتغل وناس بتفكر وأولاد بتحاول تقرب. مصر دي بلد ما بتبطلش إنجاب، فرحة وخير ومستقبل. مصر العظيمة ستظل عظيمة بكم، ومصر بخير طول ما انتم بخير. تصبحوا على خير.